أهلا وسهلا ومرحبا بكم متابعين الأعزاء في مقطع جديد وفيديو جديد، حياكم الله. طبعا فيديو اليوم، مقطع اليوم عبارة عن شرح للحدث وأهم جوائزه وشلون تلعبه والأمور الخاصة بالحدث. طبعا الحدث أنا لازم من زمان مصوره، لأنه الحدث إله تقريبا ما يقارب الثلاث أيام، إنه تقريبا ما يقارب ثلاث أيام نبلش. طبعا الحدث كسابق، يعني كالحدث اللي فات واللي قبله، عجلة ودك تمشي فيها، خط عفوا، ودك تمشي فيها لـ60,000 حتى تحصل المروحية الـ MI 24. طبعا في من ضمن العجل الخط في سكن، طبعا هذا سكن حلو صراحة، يعني عجبني. وفي كمان ليزر ثيل، وفي علم، عفوا علم، وفي لقب، شغلة جديدة، لقب اللي هو ملك الحلوى، لقب ملك الحلوى. طبعا هذول راح تشوفهم بالأونلاين كثير، أكثر من حياتك، أكثر من السفن نفسها، كل ما تفوت تلاقي ملك الحلوى، ملك الحلوى. طبعا بالليفل 4 بتحصل خصم على بسمار 80%، بالليفل 9 بتحصل 85%، وبليفل 13 عندما تخلصه بتحصل خصم 90% على سفينة بسمار. في سكن للموسكو نزل، طبعا انا نزلت مقطع للموسكو موجود بالقناة، هو السكن بتحصل على سكن زائد العلم زائد 25 قطعة من البسكوت الحليب مثل ما هم كاتبين، عسل حلونة، عسل حلوة هون تقدر مشان الحدث، عشان نقاط الحدث تحصلهن. هون عجلة الحظ، طبعا هاي نزلنا عنها فيديو موجود، عندك الطراد الجديد الصاروخي، وعندك حاملة اليابانية، وعندك الراجمة التركية. بالصندوق الجليدي، بالصندوق الجليدي طبعا هذا شلون تقدر تفتحه من اللعب بالحدث داخل الحدث وتخلص هذول، شلون تقدر تجيبه، بتخلص هذول تلعب الحدث، بتخلص هذول بتاخذهن، تقدر تيجي لهون تفتحهن، تقدر تيجي لهون تفتحهن. طلع ان كل حدث مفاتيح، مفاتيح شو طبعا بتقدر تشتري عناصر عجلة الحظ حتى تفتح لك، اللي هي هاي تقدر تشتريها من هون لائحة المتصدرين، هذول اللي بيدفعوا كثير على اللعبة، يا رب نكون مثلهم احنا بيوم من هالأيام. هذا قلنا عنهن، مشان تحصلهن لازم تلعب الحدث طبعا. وحزمة الحدث حكينا عنها، اللي فيها بسمارك فيها الحدث. طبعا سفينة بسمارك كمان نزلنا عنها أكثر من مقطع، تقريبا مقطعين داخل اللعبة، ونزلنا عن الطراد. طبعا لل اشترى سفينة بسمارك، أو أي واحد اشترى سفينة بسمارك أو راح يشتري سفينة بسمارك، حط التشكيلة هاي وبس. طبعا الراجمة مو ضروري تحطها، ليش؟ لأنه هي البارجة مو مكافح للغواصات ولا للتوربيدات، بس انا حاطها مشان سبام، سبام صواريخ يصير. بس بدك تحطها، حط الراجمة التركية او اي راجمة حتى تصد توربيدات وتقدر تدافع عن حالك ضد الغواصات. طبعا تشكيلة الصواريخ الدفاع الجوي حط هاي وبس، مدى اكبر، دفاع اقوى وكثيف. طبعا الحدث تقدر تلعبه ثلاث، اي انت اثنين اصحابك من داخل الكلان، خارج الكلان،
انت واثنين اصحابك اكثر اشي ثلاث يعني. طبعا اذا بفوتوا ثلاث الجيم محسوم خلاص، لانه بكون في اتفاق بيناتهم بكون عارفين طريقة لعب بعض، فالجيم بكون محسوم ليهم. طبعا شلون طريقة اللعب؟ عندك جهتين، يا بحطوك مع القافلة يا بحطوك ضد القافلة. إذا حطوك مع القافلة راح تمشي مع سفينة موسكو، راح تمشي مع الباجي موسكو حتى تصل، تقريبا 8 دقايق حتى تصل لوجهتها حتى تفوز. يعني مثل هيك بدك تظلك ماشي مع موسكو حتى تصل للوجهة المطلوبة. هذا الخط مثل ما انتم شايفين، بقولك انها راح يمشي من الخط الخريطة. الجهة الثانية بدهم يفجروا القافلة، بدهم يفجروا الموسكو، بدهم يفجروها. طبعا مكان في الموسكو ما شاء الله تتعدى المليار، مكانتها عالية جدا فوق 100 مليون، لا 200 مليون، 200 مليون، 300 مليون، قد ما هي مكانتها عالية. بس تمشي مع قافلة ظلت ماشي. طبعا أنا أنسب 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 مدمرة في الحدث على السفينة، طبعا هي نزلت عنها مكة، اللي هي أي واحدة بتشوفها صاروخية تقف مع القافلة جنب الموسكو وتصير ترمي صواريخ، فأنت ما بتتأثر ولا بتتبين. طبعا هذا كل ما في الأمر، تمشي مع القافلة، وإذا أنك ضد القافلة زي هيك بدك تفجر الموسكو، والتيم اللي ضدك راح يمنعك من هذا الإشي. مثل ما قلنا تقدر تلعب أنت واثنين أصحابك، يعني إذا كنتوا ثلاثة كان في خطة في اتفاق بيناتكم، فالجيم راح يكون إن كنت مع القافلة أو إن كنت خارج ضد القافلة فالجيم محسوم إلك. طبعا هذا كل ما في الأمر وكل ما في الهدف يعني. مثل ما قلنا لكم جزء هو شرح مش مفصل، بس انه بتقدر تلعب انت واصحابك، انتوا اثنين اصحابك، يا بتكون مع الموسكو وبتمشي مع القافلة، يا بتكون ضد الموسكو وبتفجرها للقافلة. شرحنا عن البسمارك، شرحنا عن الطراد، ونزلنا كمان مقاطع اخرى موجودة بالقناة. بالنسبة للتوربيد، للتوربيد النووي، طبعا هو قاعد بنباع، اللي بحصله ببيعه. فأنا نزلت بالقناة الموجود عنده هذا التوربيد مقابل باتل باس في اي بي، مو الي، لصديقي بده اياه، لصاحبي يعني. فالموجود عنده التوربيد هذا وحاب يبيعه بسيرفر اوروبا، السوق الحر تبعه اوروبا، يعني مش زي هذا، مش زي هذا، العكس عكسه، بسيرفر اوروبا. انا جاهز ان اخذه منه مقابل باتل باز في اي بي. ان شاء الله بكون المقطع لم اكثر اشي او شرح عن الحدث، وشكرا لكم جميعا.